المتحف الوطني بتعز يحكي قصة حرب دمرت الماضي وامتدت للحاضر لتغيب تاريخا مجيدا عاشته هذه المحافظة. وبعد 8 سنوات يعمل القائمون بهيئة الآثار والمتاحف على استعادة دوره التنويري من خلال إحياء اليوم العالمي للمتاحف. الغرض من إقامة الفعالية طبعا هو شيء واحد، تقوية أواصر الترابط بين أفراد المجتمع ولفت والتطلع إلى شراكة مثمرة بين الجهات المعنية ذات العلاقة بالتراث الثقافي وأيضا بين المنظمات المجتمع المدني والمجتمع نفسه. هناك طبعا للأسف نقص في الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي. أنا متفائل جدا، خصوصا وأن محافظة تعز أدرجت ضمن صندوق التراث العالمي من ضمن 24 دولة في العالم. فقط محافظة تعز هذه تعتبر بادرة خير، كان من أولى هذه البادرة الخير هي ترميم المتحف الوطني في محافظة تعز. أيضا هناك خطة لإدراج مدينة تعز القديمة ضمن التراث الخاص بالتراث العالمي، المدن التراثية. أيضا من خلال الاطلاع أن هناك خطة إدارة المتاحف وهيئة التراث من أجل ترميم قلعة القاهرة ومتحف صالة. الصفحة الأولى من الاحتفال كانت حفلا خطابيا وفنيا حضره العديد من مسؤولي السلطة المحلية والمختصين والناشطين والإعلاميين، بالإضافة لمجموعة كبيرة من اللوحات الفنية والتراثية وصور منتقاة لأبرز معالم المدينة. نشتي نوصل رسالة لأبناء تعز وأبناء اليمن إنه تعز لا تزال على الصورة في مجال المتاحف والآثار والأشغال اليدوية والهذه. تعز غنية بالموروث الثقافي والشعبي وتمتلك من المقومات ما تجعلها متميزة عن باقي المدن في اليمن. إعادة للحياة للمتاحف الثلاثة في تعز ستبدأ من المتحف الوطني الذي تم ترميمه أخيرا، وستعود الحياة والنشاط لبقية المتاحف رغم ما طالها من النهب والتدمير الممنهج.